النهارده في هاشتاج، نتكلم بصراحه زي ما احنا متعودين، في هاشتاج هو ترند دلوقتي على تويتر اسمه افتحوا لنا التتش. هكلمكم بامانه شديده وبصراحه شديده، افتحوا لنا التتش دي رغبه من الشباب وجماهير النادي الاهلي. قدام حضراتكم هو على الشاشه، هو افتحوا لنا التتش ده هو رقم واحد على تويتر. شوفوا عدد التويتس قد ايه، هتعدي او معديه ال 20,000. الناس عايزه تروح تآزر النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، الشباب الصغير والكبير وكل الاعمار السنيه عندها الرغبه في دي. وخلينا نبقى منطقيين، السوشيال ميديا جزء من توصيل الرسائل، ودورنا ان احنا نوصل الرسائل طالما ان هي مش رسائل خارجه، طالما ان هي رسائل منطقيه. جماهير النادي الاهلي عايزه تؤازر فريقها قبل مباراه الترجي في وقع يعني ما هياش كويسه باي حال من الاحوال، الواقعه اللي كانت حصلت قبل كده في مدينه نصر، واللي من بعدها الاداره منعت التواجد الجماهيري قبل المباريات او في التدريبات او في الحاجات اللي زي كده. بس وما المانع ان احنا نفتح صفحه جديده مع بعض؟ وما المانع انه انا ادخل الجمهور؟ وما المانع انه يبقى في تعاون من الامن؟ احنا بنيجي على الامن كتير جدا الحقيقه، مدرك ده، مدرك ان عندهم ضغوطات كتيره جدا 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 ومشفقين عليهم وعارفين ان هم بيتعبوا، بس زي ما احنا بنتكلم انه احنا عندنا القدره وشفنا ده الحمد لله، عندنا القدره ان احنا نامن حفلات كتيره. حفله ارمن كانت موجوده تحت سفح الاهرامات، سمعني محمد عصام، كانت موجوده تحت سفح الاهرامات وكل الناس راحت وكان الامن متواجد وبقوه. الحفلات اللي حصلت كلها في الصيف على طريق الساحل وعلى طريق السخنه للنجوم الكبار بقى، سواء كانت عمرو دياب، سواء كان عمرو دياب، سواء كان حمائي، سواء اي اسم من الاسماء اللي حضراتكم بتحبوهم وبتتابعوهم وبتروحوا لهم بالمسافات، الامن كان موجود وقدر يحمي الناس وقدر يحافظ على سلامتهم. فاحنا بنتكلم على قد مختار التتش، على قد الجمهور اللي هو رايح يآزر، فمفيش نيه، مفيش نيه سيئه، مفيش اي نيه مبيته لاي حاجه. فنرجو من إدارة النادي الأهلي، دول جماهيركم ودول ولادكم ودول ضربوا مثل كويس قوي في الماتش اللي فات في المباراة الماضية في إفريقيا، فنتمنى أنه يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. برضو نفس الأمر بالنسبة للأمن، بنطلب منه أنه يؤخذ في عين الاعتبار أو بعين الاعتبار برضو حفاظ جماهير النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. أنا هنا بتكلم على جمهور النادي الأهلي، ولما يجي يبقى في موقف مشابه لجمهور نادي الزمالك لن ندخر جهدا في هذا الامر. يمكن كان عندنا موقف واضح وصريح لما كانت التذاكر يعني بتتوزع بشكل غير ادمي على جمهور نادي الزمالك، وقلنا ان جمهور نادي الزمالك كبير وجمهور نادي الزمالك عظيم. انا في حل ان انا كل ما بتكلم مثلا عن جمهور الزمالك ابقى مضطر ان انا اروح ناحيه النادي الاهلي علشان خاطر الناس يقول لك اوزن الامور، ولما اجي اتكلم على الاهلي اضطر اروح نادي الزمالك علشان الناس تقول لك اوزن الامور. انما كل اللي احنا عايزينه إدارة النادي الأهلي، وأنا أهو زمايلي في الإعداد بيبلغوني إنه في موافقة مبدئية أهو من إدارة النادي الأهلي كده 10 على 10 تصرف سليم، والأمر دلوقتي يبقى في إيد الأمن، يبقى طلب للأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية اللي احنا متأكدين إن هي هتبقى موافقة وهتبقى داعمة. دي رغبة جماهيرية، ده رقم واحد، الجمهور رايح يآزر لعيبته، يعني مفيش أي نية مبيتة لأي شيء سيء. رقم ثلاثة، أنا متأكد إن جمهور النادي الأهلي هيبقى في التوقيت المناسب بالشكل المناسب بالشكل المرضي. فإحنا بنوصل رسالة وفي نفس الوقت بنطلب وبناشد وعندنا أمل، والأمر في النهاية متروك للأجهزة الأمنية. بس إحنا ادينا لهم أمثلة كتير جدا جدا طيبة وادينا لهم تطمينات، عارف ومدرك ده وبقوله في كل مرة وما بتكسفش منه. انا راجل بفهم بس في الشغلانة بتاعتي، بفهم في الاعلام، لكن ما بفهمش لا في المعلومات الامنية الدقيقة ولا في المعلومات الامنية السرية، شغال على قدي خالص، بناشد وبطلب، واذا كانت الناس شايفة انه مفيش خطر على سلامة وعلى امن الناس هيوافقوا بكل تأكيد. هو ده اللي احنا طالبينه، هو ده اللي احنا عارفينه كويس قوي.